كيسعدني في كل مره نبداو الفقره ديالنا مع ضيفتنا اسماء الزريول، دكتوره باحثه في مجال التغذيه، معنا مباشره من الرباط. صباح الخير اسماء. حليمه، صباح النور للجميع. صباح الخير اسماء، عواشر مبروكه، يدخلوا عليك ان شاء الله بصحه والعافيه وكل ما كتمني. امين، شكرا ليك والجميع ان شاء الله. اليوم أسماء غنتكلموا على واحد العادة سيئة ربما كنديروها كاملين، تناول الوجبات في واحد الوقت اللي هو متأخر جدا. ملي تنقولوا بعدا وقت متأخر جدا شنو تنقصدوا به؟ لأن كاين اللي كيقول الوقت متأخر هو من 12 للفوق، ف يعني كنظن أن الوجبة يعني الأخرى اللي هي ديال العشاء خصها تكون تاهي في واحد الوقت مضبوط. أسماء، أكيد الوقت مهم جدا ديال الأكل، واللي مهم أيضا بجانب توقيت الأكل هو نوعية الأكل خصوصا بالليل. نوعية الأكل بالليل يجب اختيارها بعناية. نعم. احنا ما غاديش نقولوا للناس أنه بالليل ما غاديش ناكلوا أو لا غادي نزولوا الوجبة العشاء، لا. ضروري أن الإنسان تكون عنده وجبة مسائية، ولكن توقيتها كما قلتي خاصه يكون مضبوط بحيث انه يكون واحد ساعتين قبل النوم. ساعتين قبل النوم باش كيتسنى لذاك الانسان انه ينعس بشكل يعني مرتاح وما تجيش يعني احلام وكوابيس، لان فعلا الا كان الانسان ثقل بالليل وكنا وجبات غير صحية في الليل داك يلقى مشاكل بزاف. منها عدم النوم بطريقة جيدة، داك كينعس متقل، كداك لي تخمة، انتفاخ، ارتجاع معوي مريئي، نعم الحموضه اللي كتطلع تهي، لان كاينين بزاف الناس كيعانيو منها، وانك تاكل وتنعس تزيد يحفز هذا المشكل هذا. صحيح. وبالتالي التوقيت يكون مهم جدا. اذا احنا ما نقولوا شيء الناس من طبيعه الحال ما تعشاوش، ولكن ربما اسماء نقولوا الناس يحبسوا العشاء في واحد الوقيته معينه كيف ما قلتي. كل ما الانسان خدا الوجبه ديالو وخلى واحد ساعتين حتى لثلاثه سوايع او ربما حتى اكثر كان احسن. كاين الناس اللي عندهم مواعيد مضبوطه ديال العشاء، باش نذكروا السلبيات ونذكروا حتى الايجابيات. كاين الناس مثلا تتلقاهم 8 ديال العشيه او ديال الليل كتلقاهم تعشاو، يعني هذه مسألة اللي هي صحية يعني 100%. صحيح، كاين الناس اللي مع 8 تسعود ماكسيموم كتلقاه تعشى سالا كلا هذيك آخر وجبة. توقيت مهم، عاود توقيت مهم اللي ما كنصحوش به هو أن الإنسان مثلا يكون عنده آخر وجبة هي 8 ولكن لغد ليه ما يفطرش. نعم. هنا كتولي عدد ساعات الصيام كثيرة. نعم تماما. فإذا كان غادي يتعشى مع 8 فعلى أساس أنه يفطر مع 8 تسعود، باش بهذه الطريقة كنحافظوا على لو ريتم ديال الوجبات، على الفرق ديال الساعات بين الوجبات، وتناكلوا بلا ما نكونوا يعني ما اخرناش وجبه العشاء، ولكن عاود ماشي طول نفس وقت الصيام ولا بقينا من 8 ديال الليل حتى 12 النهار مثلا او للوحده، هذاك لا. بزاف ديال الناس الان كيتكلموا وتيعملوا هذا الشيء هذا على اساس انه باش يطيحوا الوزن باش يطيح الوزن، ولكن انا بالنسبه للصيام هذاك كنعتبره تجويع متقطع. ديما تنقولها علاش؟ لان الصيام المتقطع الصحيح هو الصيام اللي عدوزناه دابا في رمضان. فالناس اللي ما فيها اللي باغا يعني تنقص الوزن ولا تصفي الجسم ديالها ولا هذا، ضروري انها يعني تمارس الصيام الا كانت باغا انها ما تفطرش او لا انها تنقص الوزن. اما في الايام العاديه ما هو منصح به
هو ان الوجبه تكون في توقيت جيد اللي هي قبل النوم واحد ساعتين. الا نعم انا كنظن بان حتى الوجبات يعني ككل يعني سواء الغداء او العشاء او حتى ديال الفطور تيخصهم يكونوا في واحد الساعه معينه، يعني كل ما ولفنا الدات ديالنا على واحد الساعه معينه تنعطيوها يعني الوجبات او الطعام كل ما كان احسن لينا. اسماء صحيح صحيح، هو الوقت ديال الوجبات والوقت ديال النوم هادو جوج ديال المسائل اللي لازم اننا نعودوا الجسم ديالنا لانه يتبعهم بشكل صحيح. نعم لان هادشي الا كنا كناكلو في اوقات معينه فغيجينا الجوع دائما في هذاك الوقت غنظمو تماما بزاف ديال المشاكل، يعني منها الاحساس بالجوع غادي تنظم عندنا، يعني غادي نولي دائما يجينا الجوع في هذاك الوقت وغناكلو وغادي نشبعو واخا. فتنظيم الوجبات بهذه الطريقه كيكون ممتاز، وماشي غير على يعني تنظيم راه تنظيم الوجبات واننا ما نخليوش اكثر من 4 سوايع ولا 4.5 ولا 5 سوايع ديال الوجبه والوجبه كيخلي حتى من ظاهره مقاومه الانسولين كتقل، لان تف بعد الدراسات لقاو ان الناس اللي يعني كيخليو انتخفال ولا واحد الوقت طويل بين الوجبه والوجبه كيساعد هذاك الشيء كيزيد من الاحتمال ديال ان الانسان يصاب بمقاومه الانسولين. وهذا الشيء تنلاحظوا حتى من خلال التجربه، الناس اللي مصابين بالسكري مثلا تلقاو سكري النوع الثاني ملي كنشوفو تلقاو انهم الناس اللي ما عندهمش توقيت ثابت للوجبات او لكن نقزوا الوجبه اساسيه، وبالتالي كي يعني هادشي اللي استمروا عليه كنلقاو انهم يعني كيعانيو من سكري النوع الثاني. فاحسن حاجه هي 3 ديال الوجبات، وعلاش لا حتى الوجبات البينيه نخليوها. توقيت الوجبه مهم جدا، المكونات الوجبه ايضا مهمه الا بغينا ناكلو، لان بزاف ديال الناس مثلا يقول لك انا العشاء تيتقال عليا ما تقدرش نتعشى. وهذا هو السؤال، يعني شنو ناخذ اسماء، يعني شنو مثلا نوعيه ديال الاطعمه اللي مثلا نركزوا عليها اكثر، خصوصا حنا كنتكلموا على الوجبه ديال الاخيره الوجبه ديال العشاء، شنو هي مثلا المكونات اللي تنصحي بها مثلا؟ المكونات دابا مثلا في وجبه العشاء كاينه اللي كاين اللي تيقول لك غادي ناخذ ياغورت ونعس هذاك تعشى، كاين تيقول لك سالاد ناخذ سالاد ونعس. مازال سالاد راه مزيانه، ولكن كاين اللي تياخذ غير ياغورت مثلا الخبز ياغورت، ياخذ الخبز والزيت وبوحدهم ولا خبز وفرماج. وجبة العشاء يعني على يعني لكن الإنسان وزنه عادي في مقتبل العمر خصو وجبة متكاملة، بحيث أنه يكون فيها خضار، فيها مثلا مصدر ديال البروتين متنوع واخا، ويكون فيها كربوهيدرات اللي هو خبز كامل. هنا كنتحكموا في الكميات اللي لازم تكون جيدة في طريقة الطبخ باش كنقدروا أننا نهضموا هذيك الأكل، لأن إنسان اللي تعشى وتعشى بسلطة أو حتى بطاجين خفيف واخا طاجين خضر متنوعة فهو غتهضم له ماشي بشكل جيد وغينعس بشكل جيد، ماشي بحال مثلا اللي تعشى مثلا المقليات حبه المرقوق ولا المقليات ولا مثلا دجاج ندغمر ندغمر فعلا ولا كما قلتي مقلي مثلا المقلي فطبيعي الحال انه ما غيتهضم ليش دغيا وغادي يبقى متقل عليه وما غيناش مزيان، لانه كلا واحد الحاجه اللي الهضم ديالها صعيب وحتى تيكون طويل. فالنوعيه ديال الوجبه مهمه جدا. كيبقى الناس اللي قلتي مثلا كاين اللي تاكل مورا 12 ديال الليل هذاك راه كيتسحر غير صباح صايم، هذاك وجبات هذيك راه بدينا مع الصباح بدات الصباح وحدة جوج ثلاثة هذا كله راه بدا هذا كله وقت ديال السحور تقريبا. فدائما نحاولوا ما نفوتوش واحد حنت راه ربطنا وقت الوجبات مع وقت النوم، صح راه وقت النوم والوجبات بجوجهم خصهم يكونوا
يكونوا صحيين ومنتظمين. ونقطه اخيره اللي نتكلموا عليها، كاين الناس اللي يعني تيحافظوا على واحد السويعه ديال الماكله، مثلا تيتعشاو في ديك 8:30 9 ولكن ما كينعسوش بكري، فهنا فين كيكون المشكل؟ يعني تيطيح الانسان في فخ واحد اخر اللي سميتو الكرينيوطاج، تتمشي الثلاجه تتحليها تتبقاي تشوفي شنو تاخدي، واش تاخدي ياغورت، واش تاخدي الديسير، واش تاخدي كاين اللي كاع كياخذ المكسرات، كاين اللي المهم داكشي اللي لقيتي قدامك تتبغي تقضي به. هادو بعدا كلهم اختيارات صحيه الكرينيوطاج على الاقل. راه المشكل هو ملي كتمشي تاخذ شيبس، كتمشي تعيط تاخذ مقليات، ولا شي طريف ديال الخبز في الدجاج ديال الغدا. لا تماما، هادوك هما الاختيارات اللي ما تيكونوش صحيين. فحنا بحال هاد النصائح هادو راه كتخلي الانسان يحافظ على صحته ككل. تقول لك كيفاش انا كيفاش نحافظ على صحتي، او كيفاش ما نغلط، ولا هذا راه هادو هاد النصائح هم كانوا يتبعوا البرنامج دائما، اكيد راه الوزن غادي يتقاد ديالهم وغادي يتبعوا يعني النظام الصحي، لان النظام الصحي فيه التوقيت والمكونات للاكل. نعم، تبارك الله عليك أسماء، شكرا جزيلا لك على كل التوضيحات والمعلومات اللي خلينا اليوم من عندك. حاول سلبية تناول الطعام في وقت متأخر، أكيد إن شاء الله لنا لقاء معك غدا بحول الله على نفس التوقيت. شكرا أسماء، ما تنساوش بعد موجز أخر.